العزيز خالد ياسين وضيوفه الكرام، مشاهدينا الكرام، متابعينا متابعي قنوات بين سبورتس في كل مكان، اهلا بكم وسهلا. وطلة جديدة من خلال كرة القدم الإسبانية، تواصل لمباريات الجولة رقم 23 ولقاء يجمع بين فريقي ريال مدريد وريال سوسيداد. واحدة من لقاءات هذه الجولة والتي تلقى متابعة كبيرة، خاصة أن هذه المرحلة الهامة في مشوار وتاريخ هذا الرجل الذي كان لاعبا عظيما، من أعظم من لعبوا ودعبوا كرة القدم على مر تاريخ زيدان. بينما فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في المدرجات يضحك الآن، ماذا عن الأربعاء القادم؟ هو اللقاء المنتظر في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. ينطلق من البداية النجم البرتغالي الكبير وعبء كبير جدا جدا، وأول أهداف اللقاء، نعم 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 نعم، أول أهداف اللقاء 45 دقيقة بعدما دقت ساعة الحقيقة. بداية وأي بداية، روعة وأي روعة، إصرار وأي إصرار، رغبة دائما في تحقيق الانتصار. نعم هناك حالة من الانكسار، هناك حالة من السقوط المعنوي والفني، ليس كل سقوط نهائي العالم للأندية بطولة. وسوسيداد يعدي من ناحية اليمين في كل المواسم. كارفخال عميقة هذه المرة إلى بنزيما، أصابع الاتهام تشد النجم البرازيلي مارسيلو. مش ممكن مش ممكن، بنزيما بنزيما بنزيما، ضاعت الفرصة، ضاعت الفرصة من بنزيما، له 6 أهداف في 10 مباريات من قبل السوسيداد من هدف. تاني مارسيلو بيرفع بيمينه وكأنه قصد دي، وكتير بيفكروا في حالة بنزيما وحالة رونالدو بيصوب، ولكن إلى ضربة المرمى، إلى ضربة المرمى. تمركز كالعادة عظيم، واحد من زيدان، تاني على طول فاسكيز، شوف سرعته، شوف سرعته وانطلاقته عرضيته، أصبح هو مكان فاسكيز، وادي على طول ناحية العكسية وبنزيما، ولكن حارس فعل الهجوم بشكل كويس، انطلاق على طول لك كاناليس والعرضية، ولكن شوف كبير، هاتوا خد على طول، لا لا لا، هلو هات، ما ادالوش الخد. الشتاء الربيع فاسكيز من جديد إلى رونالدو بالتاني، قد يصور قد يسجل، تاني على طول إلى فاسكيز يقف عليها، فرصة بسبعة أرواح، مسيطرين مستحوذين، ضربة الرأس من تاني، ولكن حارس المرمى رولي الناحية العكسية بنزيما، رونالدو بيختار الصعب قوي، بيختار الصعب قوي، مع ان كان ممكن من بدري يعمل بالعرض، عايز يوصل للخط عشان يسهل مأمورية اللعيب اللي كور من الحاجات دي كلها. يا ولد يا ولد يا ولد يا جماله، مارسيلو عرضية عرضية، الله 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 يا بابا، الملكي منصور من تاني يا بابا، هو ده الهدف التاني اللي هم عايزينه، هو 9 أهداف ريال مدريد، هو الهدف اللي هيخلي زيدان يستريح، هو الهدف اللي بيبحث عنه من أجل مباراة الأربعاء القادمة. ولكن لسه 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 لسه، بنزيما فينك يا بنزيما، فينك يا بنزيما، ضربة ركنية، الله 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 على كرويف، لو تاني يا جماله يا جماله يا جماله، لا 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 يا قائم، لا لا مالكش حق، لا يا قائم، لا لا مالكش حق، القائم صاحي مش نائم يا جماعة. الباسكت، شوف رونالدو فتح له مساحة جميلة، تعدي من جد، يا رايق يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، يا رايق يا واد انت يا رايق، نعم مهرجان 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 مهرجان، ليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر أجمل بداية. سقط الملكي في مباريات، في الأداء، في النتائج، ولكنه عاد قويا، عاد كبيرا في الوقت الذي يجب أن يكون فيه كبيرا. يا سلام، غير كورة عظيمة، مودريتش والركنية بعيد عن حارس المرمى، رونالدو يا عظيم، رونالدو يا عظيم، الله 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 الله، هو بس هو، هو بقيمته، هو بكفاءته، هو بعظمته، هو بتاريخه، هو بإنجازاته، هو بطولاته اللي مالية حياته، ويوم ورا يوم عمالة بتكتر، يوم ورا يوم عمالة بتكبر. 4-0 هدفين لرونالدو، هاتوا خد من تاني، يعدي ويمر، يعدي ويمر، القادم أمر، لا 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 لا، مش معقول مش معقول مش معقول، وضربة ركنية، ضربة ركنية النهاردة، ممكن يكون رقم قياسي، ممكن يكون رقم قياسي لريال مدريد هذا الموسم. ريال مدريد 2 من فرنسا، انطلاقه تاني في المرات القليله قوي، كره بالعرض سهله، مش قادرين
ريال مدريد قفل كويس كفخال وبنزيما جناح يمين وتوني كروس راس حربة لا زراعية لا مركزية كرة قدم يقدمها الملكي حقيقيا مع لاعب بقيمة دولة وآخر كذلك وضربة الرأس ولكن على طول إلى ضربة ركنية من كرفخال غير مباراة سالزبورغ هذه الضربة الركنية القائم لسه بقول لحضراتكم لا مانع من إحراز هدف وأهلا وسهلا بإحراز هدف الخطة بي تعرضك للأهداف في مرماك هذه ضربة الرأس والقائم لابس الأبيض كده جاهز وهو نفس القائم بتاع الشوط تاني من جديد يحضرها إلى فاسكيس عاملين نشاط جميل جدا تحضير والتصويب يا سلام رونالدو كان على موعد مع الهاتريك رقم 43 ليه في الليجا يا سلام على الجماعية شوف الجماعية والإيجابية والنشاط اللي مع الكرة دلوقتي مولود في فرنسا لكن هو أسباني أدي فاران نيك شوية بدأ تاني من جديد فاسكيز الكرة العرضية الجميلة بتاعته ريال مدريد هذا اللاعب لاعب رقم 10 أدي القطرية الجميلة سلام على خليها معاك هتنفعك أدي اسكو من تاني شيب أمامي ولكن رولي حارس المرمى على طول بهدسة واحدة مفيش وقت اللمستين يا 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 كرفخال طلع متأخر شوية على سرعة المدريد عايز الولد ده ريال مدريد عايز الولد ده مش هيسيبوه هياخدوه أيوه هياخدوه ضغط تاني بقوة وشراسة وفاول لصالح سوسيدات فاول فلازم يوطي عشان يشوفها واحد اللاعبين يفتح رجليه وضربة المرمى لما اللعيبة تقف في الحائط اللاعب الأخير في الحائط بيفتح رجله عشان حارس المرمى يشوف الكورة من بين رجليه فيعرف المنشأ بتاعها فلا مانع من التنويع والتحرك حسب وضع الكورة تحضير وتصويب تصويب السلام على فاران يا سلام على فاران تحرك كويس قوي من دلبيا في الوقفة بتاعته وادي العرضية الجميلة فاران النهارده كويس قوي النهارده كويس مارسيلو يا اخي يا اثر مع روما تاني فرصة هدف أول البديل بوتيستا 22 سنة قلت لحضراتكم بنزل لاعبين صغار عايز يسجل هدف لحفظ ماء الوجه هدف معنويا ليعود بالفريق وقلت لحضراتكم جهزوا نفسكم وارد جدا هذا الفريق يسجل بهذا الشكل بهذا الأسلوب بهذه الطريقة وادي جارس بيل الراجل جرب منه واقف غلط جدا جارس بيل يمكن واقف صح لكن ما رجعش لازم يضم أكتر لسه ولد صغير لعيب قوي ادي العرضية الجميلة تاني على طول عايز ضربة جزاء ولا ايه لكن في فاول على هو بس هو ملك هذه المواقف تاني على طول مارسيلو يا ولد يا جارس بيل في مساحة رونالدو عايز الهاتريك ولا ايه يقف يا جماله رمى المخدر عليه من الفرنسي الكبير الى رونالدو عدى مر وفات العرضية ولكن فين يا رونالدو بقول لك عندما يخطئ سهمك وينر بيرسوناليتي والوينر منتاليتي وبنزيما الهاتريك سجل الهاتريك لسه بقول لحضراتكم على عقلية الفوز شخصية الفوز نعم رونالدو والهاتريك رقم 43 له تاريخيا في الليغا يرفع رصيده إلى 43 هاتريك يرفع رصيده للهدف رقم 11 يقدم نفسه بالصورة التي تليق بقيمة أفضل لاعب في العالم نعم في الليغا فقط 43 بشكل عام في كل المسابقات والتاني التاني نعم هدف تاني ينجح ريال سوسيدات في استغلال حالة من الاسترخاء والثقة الأكثر من اللازم من مدافعي ريال مدريد وينجح يا رماندي اللاعب الأسباني في تسجيل سادس أهدافه وتاني أهداف ريال سوسيدات 5-2 من 4-0 طبعا تاني على طول وعايزين التالت وهي دي المنطقة اللي بتقلق عشاق ريال مدريد واعتقد دي اللي بتقلق